كانت معجزة القرآن أعظم وأسرع وأغرب طفرة حضارية في تاريخ الإنسانية، فقد استطاع الخطاب القرآني أن ينتقل بها من إنسان الجاهلية البسيط إلى مركز العالم وسيده في أقل من 3 عقود. وسر هذا الإعجاز وافتاحه كلمة اقرأ، شعار الحضارة الجديدة التي تشمل القراءة التقليدية والقراءة الشاملة للقرآن والتاريخ والكون من حولنا. وتحققت المعجزة على أرض الواقع بتطبيق شعار حضارة اقرأ، واندثرت بمخالفته لتصبح أمة اقرأ أمة لا تقرأ. في تقرير التنمية الثقافية الذي تصدره مؤسسة الفكر العربي، بيّنت أن متوسط قراءة الفرد الأوروبي يبلغ حوالي 200 ساعة سنوياً، بينما للفرد العربي لا يتعدى 6 دقائق سنوياً وهو في تناقص. وفي دراسة دولية أخيرة حول معدلات القراءة في العالم، أوضحت أن معدل قراءة المواطن العربي سنوياً هو 0.25، بينما معدل قراءة الأمريكي 11 كتاباً، ومعدل كل من البريطاني والألماني 7 كتب. بمعنى آخر أن كل 20 مواطن عربياً يقرؤون كتاباً واحداً في السنة، في حين أن قراءة كل أمريكي تعادل ما يقرأه 220 عربياً في السنة، وقراءة البريطاني والألماني تعادل ما يقرأه 140 عربياً. في تقرير التنمية في العالم العربي، تبين أن عدد الكتب المترجمة في العالم العربي مجتمعة يعادل 5 ما تترجمه دولة صغيرة مثل اليونان، وهناك كتاب يصدر لكل 12,000 مواطن عربي، بينما يصدر كتاب لكل 500 مواطن إنجليزي، أي أن معدل الإصدار في العالم العربي لا يتجاوز 4% من معدل الإصدار في إنجلترا. أما الكتب الإلكترونية فالواقع أشد ألماً، فتصل مبيعات بعض الكتب في الغرب إلى أكثر من 40,000 نسخة في أقل من يوم واحد، وتصل المبيعات للملايين. أما في العالم العربي فلا تكاد المبيعات تذكر. والمصيبة الكبرى في العالم العربي أن الأمية ما زالت منتشرة، في حين أنها اختفت تماماً في اليابان منذ القرن 19. فإن تقرير منظمة اليونسيف يبين أن 70 مليون عربي ما زالوا أميين، وثلثاهم من الأطفال والنساء. ما الذي حدث لنا؟ فلنبدأ من السنوات الأولى لحياة الطفل العربي، لأنها ستحدد علاقته بالكتاب مدى الحياة. ففي توصيات المؤتمر الدولي لتطور الدماغ في جامعة شيكاغو، بيّنت أن الذي يحدد ويقرر كيفية تكوين الدماغ عند الأطفال ليست الجينات الوراثية، وإنما التجارب المبكرة والأحداث التي يعايشها الطفل. تبين تقنية تصوير الدماغ الحديثة أنه حرفياً في خلال ثوان فقط من بداية قراءة كتاب لطفلك الصغير تندفع آلاف من خلايا الدماغ للعمل، وهذه هي الفترة الخطيرة الحرجة الحاسمة الهامة في تغيير الدماغ لتؤثر في حياة الإنسان مدى الحياة. وقد بيّنت الدراسات الحديثة أن الطفل يكون 80% من قيمه وسلوكه وولائه وما يخافه ويخشاه في السنوات 7 الأولى من حياته، لتبقى معه طوال ما تبقى من عمره. وبيّنت كذلك أن القراءة للمتعة تجعل الطفل أكثر فصاحة ووضوحا، ولديه قدرة أعلى على الفهم والتفكير المنطقي. كما أن القراءة للطفل في مرحلة الطفولة وما قبل المدرسة تبني علاقة وطيدة بين الطفل ووالديه، وتبني الثقة عند الطفل، وتبني الإحساس بالتعاطف والقدرة على التحليل والتركيز. كما تصبح القراءة عند الطفل شيئا محببا وليس مفروضا، بل وتكون محببة أكثر من الألعاب الإلكترونية وأفلام الفيديو. كذلك بيّنت دراسات أن الأطفال الذين حثوا على القراءة وقرئ لهم في فترة ما قبل الدراسة حققوا تفوقاً أكاديمياً على نظرائهم استمر حتى المرحلة الجامعية، وهو كذلك يربي الحماسة والشغف ويقوي الذاكرة وحسن الإنصات عند الطفل. كلنا نسعى لتربية أبنائنا ليصبحوا أذكياء ناجحين،
ونختار لهم أفضل المدارس والأساتذة، ولكننا قد نغفل أن أهم عامل لتحقيق ما نريده لهم هو أن نجعل الكتابة والقراءة جزءا لا يتجزأ من كيانهم وأسلوب حياتهم. كل ما يذهب للغرب يرى كيف تكون مكتباتهم مراكزا للفكر لطالبي العلم والثقافة، ويتهافتون عليها من كل الأعمار لتصبح كخلية نحل بأنشطتها الاجتماعية وأنديتها الثقافية وأنظمتها المحفزة، والتي منها السماح باستعارة الكتب لأسابيع دون شروط. لا أرى إلا عشرات الأسواق والمحلات التجارية تفتتح كل يوم في عالمنا العربي، حتى ذهب من قال ساخرا متهكما بحالنا المزري: إننا نحقق رسالتنا، ألا وهي مول لكل مواطن. إنني أؤمن بأننا إن نجحنا في تكوين جيل محب عاشق للقراءة والكتاب والقلم، فإنا ملكناهم مفاتيح المعرفة وسيدنا العقل الذي به يعرف الله ويعمق الإيمان، وبه تتحقق الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا أردنا حقا أن ننهض من جديد، فليس لنا من سبيل إلا أن نعود لأول كلمة نزل بها الوحي. إنها همسة الغار، إنها الكلمة التي بنيت عليها أعظم حضارات الأرض، إنها الكلمة التي استحقت أن تكون أول كلمات السماء للأرض في أول لقاء بين رسول السماء برسول الأرض. إنها كلمة اقرأ. فإن لم نطع أول أمر ولم نطبق أول فرض نزل به القرآن، فهل لنهضة هذه أمتي من سبيل؟